اهلا وسهلا بحضراتكم من منصة جديدة في صحارى 34. مفيش زراعة قلنا بدون تكنولوجيا، علشان كده قلنا بعد الفقرة الاولى ندخل على التكنولوجيا. هاخدكم في جولة سريعة في المعرض كله، اخد كده 5 دقايق من كل حاجة انا شايف انها ممكن تكون جديدة وبتضيف للقطاع الزراعي. بستضيف الاستاذ احمد عبد الجيد، مدير عام الشركة الهندسية لخدمات المياه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا محمود بيه، منورين المعرض. حضرتك ايه الجديد في الهندسية؟ انا بشوفكم كل سنة، ايه الجديد النهاردة في الهندسية؟ الجديد في الهندسية ان احنا السنة دي معانا روفاتي، احنا السول ايجنت في مصر، الوكيل الوحيد في مصر، ودي شركة من اعرق الشركات في العالم لصناعة الطرمبات، شركة عمرها اكتر من 250 سنة. اسمها ايه؟ روفاتي بقى. روفاتي. فاحنا النهاردة وكلاء. ايطالي ولا صيني؟ ايطالي. ايطالي. وهي ايطالي. ميدن ايطالي. انت عارف احمد بيه يعني كله بيقول ايطالي وبيصنع في جبل علي. لا لا لا، احنا ما بنشتغلش كده، احنا اونست جدا لان احنا برضو بندعم الصناعة. انا عارف تاريخكم وشايف تاريخكم من البداية، انتوا ناس عصامين والمؤشر بتاعكم ما شاء الله. ربنا يحفظك يا فندم. ربنا يحفظك. احنا من البدايه بنشتغل، لان احنا بنشتغل برضو في المانيفاكتشرنج، يعني احنا بنشتغل كمصنعين للوحات والاستابلايزرات يعني احنا عندنا برضو براند تاني، انا مش عايز اسبق الاحداث، براند بتاعنا في الانفرترز وبنصنعه في الصين، فما عندناش كده نقول ان ده تشاينا. يعني الهندسيه ده عندها انفرتر، الانفرتر ده اللي هو اهم جزء في محطه الطاقه الشمسيه عشان ما نبقاش جبنا قلبنا حاجات سريعه يعني. بالظبط. لكن هو جديد بالنسبه لنا هو روفاتي. احنا السنه دي بالظبط سنه ونص على سوليجنت في مصر، وكيل وحيد، طرمبه محققه نجاحات الحمد لله ضخمه جدا في فتره زمنيه قليله معانا، لكن هي طبعا كموجوده في العالم زي بقول لحضرتك مصنع عمر فوق ال 200 سنه. طيب حظك وحظ الساده المشاهدين ان انا مزارع ومكوي من حاجات كتير. اتفضل. النهارده اللي بتبوظ عنده طرمبه اعماق خلاص بيحس انه كان العربيه عربيته الكامله ضاعت. لا لان لا كان في طرمبه ب 10 وب 15 وب 20، يعني الطرمبه لما كانت قوي في البراندات اللي هي على قدنا احنا 30,000 تجيب طرمبه. النهارده يا ترى اسعار الطرمبات راحت فين؟ هو طبعا يعني حضرتك بتتكلم على وقت كان احنا في الاخر بنشتري بدولار ويورو. احنا ما بنصنعش. حضرتك بتتكلم على وقت كان الدولار واليورو 6 جنيه 7 جنيه، النهارده بنتكلم في 20 جنيه، فطبعا في 3 أضعاف في السعر اوتوماتيك. ده من نتيجه العمله عن الفتره اللي حضرتك بتتكلم فيها، زائد التضخم العالمي اللي هو بيمثل من 5-7% سنويا، بنتكلم من 10 سنين، فالطبيعي ان النهارده 4 وأحيانا 5 أضعاف اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه. طب الترومبة الستين روفيت بكام النهارده؟ يعني تقريبا في حدود 6,000 يورو تقريبا. رقم كبير. 120,000 جنيه؟ مش فارقة كتير عن التركي. ترومبة 60؟ مش فارقة كتير عن التركي. امال ال 85 وصلت كام؟ لا خلينا نقول مثلا ال 125 ب 14,000 يورو، ال 175 ب 14,000 يورو، أنا آسف. هو خلاص الصناعه بقت كده، الماتيريال في العالم كله. 75 ده انا هنزلها البيفوت للمساحات الكبيره. انا بتكلم عن المزارع الغلبان اللي زي انا بقول لحضرتك من 6 ل 50 فدان، من 6 ل 7 ل 8000 يورو. بالمناسبه الفيزابيليتي ستادي او التكلفه الحديه المتر الميه في الطرمبات دي بيقل عن الطرمبات الرخيصه، لان هنا الصيانه معدومه، الخمس سنين وست سنين وسبع سنين مفيش صيانات. خالص. ده انت بقى ده انت بتتكلم على يعني مرسيدس. حاجه مقابله المرسيدس كده في الراي. بالظبط بالظبط بالظبط. فدي اكتر واهم حاجه عندنا السنه دي. الحمد لله 4 مواسم على التوالي في العوينات، في الدخله، في الفرافره. دي ستانلس 100%؟ عندنا ستانلس كاست وعندنا كاست ايرون وعندنا زهر. عندنا زهر. طبعا من الحاجات اللي روفاتي بتعملها بتقدر تعمل زهر كربون ستيل اللي هو زي بلوكة موتور العربية كده. فده عمره وكفاءته عالي جدا، مقاوم لملوحة المية. مقاومات ملوحة المية عندها الاستانلس من 304 ل 316 للدوبلكس، فعندنا مساحة كبيرة جدا من الاستانلس نقدر نتكلم فيها ونقدر نعبر عنها بشكل محترم. لو نقلت من طرمبات الأعماق بسرعة جدا للطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية أسعارها راحت فين؟ لا طبعا اسعارها يعني خلينا نقول الطاقه الشمسيه بدات الكيلو وات تكلفته 14 و 15,000 جنيه من 6,207. لا لا بدات، انا بتكلم على 6-7 سنين فاتوا. لا هي كانت انهارت من 3 سنين، نزلت ل 6,200 لحد الرقم ده لما المنافسه كترت، رجعت تاني بدات تطلع تاني 14,000 النهارده. يعني هو
الانهيار اللي حصل الثلاث اربع سنين واللي ادى برضو خلينا نكون صراحه للانتشار الضخم جدا للطاقه الشمسيه، رجعت تاني لنفس المستوى يعني السابق. يعني زاد الطلب عليها تقصد يعني؟ بالظبط، لان كان النهارده حضرتك المزارع بيقول انا عندي محطه 60 حصان الكيلو ب 8000 جنيه يبقى ب 480000 جنيه الحسبه المعتاده. كانت سهله. كانت سهله. النهارده بنروح لارقام عاليه جدا، بنروح لقيم عاليه، بس طبيعي لان الكهرباء برضو بقت قيم عاليه. يعني احنا لازم نستوعب ان العالم كله بيغلى، المواد الخام في العالم كلها اسعارها بترتفع. يعني بعد ما كنت بهرب من ارتفاع تكلفه السولر والكهرباء للطاقة الشمسية، أصبحت الطاقة الشمسية محطة 100 كيلو أنت بتتكلم في 1.5 مليون النهاردة، ولسه طبعا لازم تعمر بيه الأرض، بيكلفك يعني بركة تجمع فيها المية مع طرمبة تانية مش أقل من 200-300 ألف جنيه، أنت داخل في 2 مليون جنيه علشان تقدر تعمل النهاردة. هو نسبة وتناسب مع ارتفاع أسعار السولار أو الديزل، هو نفس النسبة، لكن النسبة شوية الأرقام عليت، لكن النسب ثابتة. يعني لما اجي اقول ان محطه الطاقه الشمسيه هجيب ثمنها بعد 3.5 سنين، هي هجيب ثمنها النهارده على 3.5 سنين، لان كانت ارقام الطاقه الشمسيه قبل كده ارقام قليله، وكان برضو سعر الديزل قليل. هل في حصل تطور في موضوع البطاريات اللي هي بتستخدم في الاناره المنزليه بالطاقه الشمسيه، ولا لسه برضو فيها تحديات؟ لا لا، في تطور كبير في تخزين الطاقه. وده حتى مش باين في الطاقه الشمسيه، ده باين في صناعه السيارات. في تطور ضخم جدا في تخزين الطاقه، والتطور ده خدنا ان احنا نقدر نوصل لتخزين طاقه بكميات كبيره، ولكن والفترات طويله، لكن الموضوع كله في الاخر الفرصه والفرصه البديله. فرصه تخزين الطاقه عندنا بتكنولوجي عالي ما زالت اغلى من تكلفه الطاقه المنتجه بالطرق التقليديه. فاذا ما بنروحش لتخزين الطاقه في الطرمبات، ما بنروحش لتخزين الطاقه في المكن في الماكينات، لكن بنروح لتخزين الطاقه في البيوت في المنازل في حاجات صغيره. وده كان الجديد في الهندسية أو في مجال الطرمبات المياه والطاقة الشمسية. تعالوا كمان نشوف إيه الجديد في معرض صحارى، مستمرين. اهلا وسهلا بحضراتكم، وضمن السيناريو الجديد او مسلسل جديد في حلقتنا جديد في جديد النهارده من الدوره 34 لمعرض صحاري، انتقلنا الى عالم الطاقه الشمسيه واستخدامها في استخراج ميه الابار للزراعه. بلتقي المهندس عمر خليفه مدير المكتب الفني والعلمي لشركه اجري سولار المتخصصه في حلول الطاقه الشمسيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، ونورتونا في معرض صحارى النهارده. الله يخليك. الجديد ايه النهارده عندك او في مجال الطاقه الشمسيه المستخدمه في الابار؟ مجال الطاقه الشمسيه المستخدمه في الابار، دايما شركه اجري سولار هي احد الشركات المتخصصه في انظمه الطاقه الشمسيه، وخاصه انظمه الري بالطاقه الشمسيه. دايما بنبحث عن حلول ذات كفاءه وجوده واعتماديه عاليه، ومن هذا المنطلق توصلنا الى استخدام تكنولوجيا الانفرتر في استخدام واستخراج الميه من باطن الارض من خلال الطرمبات الغطسه او الجوفيه، زي محافظات في محافظات الوادي الجديد في والواحات البحريه. مؤخرا قمنا بتنفيذ مشروع مع مصلحه الميكانيكا في الواحات البحريه. المشروع ملخصه سريعا كان بيستخدم تكنولوجيا الانفرتر، اللي هو نفس الانفرتر اللي بيتم استخدامه في الطاقه الشمسيه. الانفرتر ده بيشتغل مع طرمبات الغطسة، بيحاول دايما يحسن من معدلات اداء المحركات، يحافظ دايما على منسوب المياه الجوفية من خلال عملية التحكم المقنن اللي بيتم من خلال الانفرتر، توفير تصرفات او كميات مياه بمعدلات مناسبة للمحاصيل ومناسبة لاحتياجات الافراد، حتى في المناطق زي المناطق اللي بتعتمد خصيصا على منسوب المياه الجوفية في هذه المناطق. فبالتالي استخدام تكنولوجيا الانفرتر بدأ يوفر، حتى لو في حال استخدام ديزل جنريتر أو استخدام الكهرباء من اليوتيليتي أو من الحكومة، في حالة استخدام الانفرتر بدأنا نوفر في استهلاك الباور من الحكومة، بدأنا نحافظ على معدلات أعمار المحركات، بدأنا نحصل على كفاءة تشغيل أفضل تتعدى 95%،
بدأنا نحصل على استقرار في التشغيل أكتر، نقلل تكاليف الصيانة الخاصة بالمحركات، نستفيد أحسن من التطبيقات التكنولوجيا الخضراء. حركات الطولمبة، كل ده أنا بتكلم على حركات الطولمبة سواء مطور أو ترومبا غطسة أو توربينة غطسة. تمام. فباستخدام الإنفرتر بنوصل إن إحنا العمر الافتراضي للطولمبات والمحركات بيزيد، وفي نفس الوقت فرص خروج هذه الطولمبات أو المحركات للصيانة بيقل، وده طبعا بيطمئن المزارع دائما ان هو دايما شايف السيستم بتاعه او النظام الري بتاعه. عشان المزارع برضو بعد اذن حضرتك، المزارع من اول ما استخدم الطاقة الشمسية سواء في الري او في انارة المنازل عارف ان في حاجة اسمها الانفرتر. تمام؟ تمام. الانفرتر ده اللي بيحول الطاقة الشمسية او الجهد بتاع الطاقة الشمسية الى جهد يوافق مواتير او اللمبات او الى اخره. القصه ايه الجديد هنا؟ انا بتكلم مع المهندس محمد اللي هو مدير عام الشركه او رئيس مجلس اداره الشركه قبل ما اصور مع حضرتك، قال لي ان الانفرتر بتاعنا عباره عن لوحه بتخفض استهلاك السولر لو استخدم، حتى ممكن استخدمها مع الجنريتورز بتاع السولر، يعني مش حتى في الطاقه الشمسيه، ممكن استخدمها في الوسائل التقليديه للطاقه سواء كهرباء حكومه او سولر. ايه الجديد اللي فيه؟ الجديد اللي فيه خلينا نشرح مثال كده تقريبي. الوضع الكلاسيكي او القديم اللي كان موجود في انظمه الري بطاقه انظمه الري عموما، فنجد في بعض التطبيقات كنا بنستخدم مولدات الديزل لتشغيل المحركات وللحصول على التصرفات او كميات المياه المطلوبه التي تناسب عمليه الزراعه او على حسب المحاصيل المختلفه واحتياجاتها من كميات المياه. في الوضع القديم كان انفرترات او عفوا مولدات الديزل بغض النظر عن التصرفات الخارجه في الوقت الحالي بنجد انها بتستهلك نفس كميه الوقود، بتتعرض لضغوط. يعني مثلا لو في عندي مجموعه او قطعه ارض بيتم رياها على عده مثلا محابس او عده اجزاء للشبكه الواحده، ففي حاله غلق محبس من المحابس دي بيتم ان الديزل ضغط بيرتفع او بيحصل حاجه في الديزل بيزعق او الى تمام. وده ما يعني هو الديزل تم التحميل عليه بزياده مع ان انا كميه الميه اللي هي خارجالي للمحصول بقت اقل من اللي انا عايزه، لكن معدلات حرق الوقود بالنسبه للديزل لسه زي ما هي، بالعكس احيانا تزداد، وده بيأثر طبعا على تكاليف التشغيل الصيانه. اذا انا عندي انفرتر جديد بيقلل كميه الوقود، بيقلل الصيانة في الطرمبة، بيزود عمر الطرمبة ان انا ما طلعهاش كتير كل سنة مرة اصينة ده باستخدام الطرمبات الغطسة. معرفش المهندس كلمنا على موضوع البالونة، ايه حكاية البالونة دي؟ البالونة هو عندنا عاملين زي سيميليشن او نظام محاكاة لعملية التوفير اللي بتحصل باستخدام تكنولوجيا الانفرتر سواء في عملية الري سواء كان بالديزل او بكهرباء الحكومة او حتى في مشاريع الطاقة الشمسية. في نموذج المحاكاة اللي هو النموذج اللي هو بيرمز او بيوضح فكرة معينة، ان هي مجرد استخدام الانفرتر في المشاريع الخاصة بانظمة الري يؤدي الى تأدية نفس الغرض، ضخ نفس كميات المية باستغلال او باستهلاك قدرات او طاقة اقل منه في حالة الديزل جنريتر او كهرباء الحكومة. فاحنا هنا بنوضح ان الانفرتر بنعمل تجربه بين تشغيل الترومبه او المحرك بدون استخدام الانفرتر، وبنشوف كميه الكهرباء او كميه الباور او الانرجي المستهلكه في حاله عدم وجود انفرتر اصلا، وبنقارن الحاله دي بوجود الانفرتر، فبالتالي بنلاقي فرق بيصل الى 40% في بعض الاحوال من تقليل كميه الوقود المستهلكه من اداء افضل. ودي كانت النقطه الفيصليه في الموضوع، وده الجديد. انا بشكر حضرتك مهندس شكر جدا وشرفتونا جدا، واتمنى نشرف حضرتك دايما بالتوفيق للجميع. شكرا. مستمرين مع الجديد في معرض صحارى 34، خليكم معانا. والأول مرة أيضا جديد في معرض صحارى إن يكون في صوت المزيكا اللي مغطى على الميديا كلها، واتصلنا بإدارة معرض صحارى علشان نقول لهم إن دي مخالفة، محدش رد علينا. طيب أنا في سيناريو حلقة جديد في جديد من الدورة 34 لمعرض صحارى، ما ينفعش أتكلم عن الجديد بدون ما أروح لأنظمة الري الجديدة سواء في الزراعة أو في اللاندسكيب بشكل عام.
ورائدة تطوير الري الحديث في مصر والشرق الأوسط هي مجموعة شيرة. لقائي مع المهندس هاني وديع رئيس مجلس الإدارة. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك. بقابل حضرتك في معارض كتير سواء صحارة أو أجري بيزنس أو أجري بلازا أو إلى آخره. إيه الجديد النهاردة؟ الجديد إن إحنا قررنا من نسبق العالم في التكنولوجيا. إحنا في أنظمة للتحكم في شبكات الري عموما، دي معروف لوحة التحكم بتتحكم في المحابس، بس كل ده لازم تبقى جوه المزرعة. ولكن إحنا استخدمنا الاسكادا سيستم، وهي سوفت وير كبير جدا بيستخدموه الجماعة بتوع المدن، يعني في العاصمة الإدارية إحنا شغالين معاهم عشان خاطر يتحكموا في الكاميرات، يتحكموا في طرمبات المية. لقينا إن إحنا ممكن نستنبط هذا النظام وندخله على المزارع الكبيرة بالذات علشان خاطر أتحكم في الري وفي التسمير وفي مراقبة كل النشاطات جوه المزرعة، وأنا قاعد في الإدارة بتاعتي أو في مكتبي أو في بيتي بقدر من خلال الآيباد أقدر أتحكم في كل حاجة في الشبكة، وكمان يجيلي تقارير من المزرعة بتقول لي إيه اللي حصل خلال اليوم، التصرف بتاعي كان شغال إزاي، لا قدر الله لو حصل كسر في المواسير الرئيسية أوتوماتيك هو بيعرف أنهي محبس اللي حصل فيه الكسر وبيعمل عليه غلق أوتوماتيك ويبعت لي الرسالة على الموبايل بيقول لي خلي بالك أنت عندك حصل مشكلة كبيرة واضطرينا نقفل فيها الري. وبالتالي المزارع الحمد لله في مصر ابتدت تبقى الألف فدان دي بقت منتشرة في الفرافرة، منتشرة في المنيا، في ناس كتير مستثمرين مصريين وعرب وأجانب بيبتدوا يخشوا في مشاريع كبيرة. فالأوتوماتيك سيستم اللي هو أنا بتكلم عليه ده مفيد جدا لإدارة مزرعة بهذا الحجم، لأن لازم نبقى واخدين بالنا إن الطاقة النهاردة ما بقتش هزار، الطاقة بقت مكلفة جدا، متر مية بنطلعه بتكلفة كبيرة والتكاليف عمالة تزيد والمحصول سعره ثابت ما بيزيدش، فما فيش عندنا أي طريقة تانية غير إن احنا نقلل تكلفتنا. طب نقلل التكلفة ازاي؟ في طبعا عناصر كتير احنا مهتمين بتكلفة الطاقة. تكلفة الطاقة في المزرعة عندي مثلا ابتدت تخش في 10,000 جنيه في الفدان الفاكهة في السنة. طب ال 10,000 جنيه دول لما ركبنا النظام ده لقينا ان احنا قدرنا نوفر 3,000 جنيه في السنة. طبعا ده رقم في ممكن يبقى هو الربح بتاعك دي في الطاقة المستخدمة في الري فقط، طاقة بس يعني السيستم ده ايا كانت تكلفته انا ممكن اعمله اعادة استثمار واطلعه من الوفر بالضبط في سنتين ثلاثة بالكتير بتلاقي نفسك جبت، غير انك بتوفر عمالة كمان، لانك الاهم من ده كله انا ببقى عايز ادي مقنن مائي للمحصول بتاعي. افترض ان هو المفروض ادي المحصول ده ساعة ري، للأسف احنا اكتشفنا وعملنا تجارب كتيرة عشان خاطر اقدر اضبط الساعة دي شبه مستحيل بالعمالة اليدوي. فلازم بتتلاقي على ما يروح للمحبس هيضيع 5 دقايق رايح وعشر دقايق جاي بالزبط. وده هدر زيادة، هدر زيادة، غير انك بتدي مية بتغسل الاسمدة بتاعتك. فالمنظومة كلها احنا كمان ربطنا عليها التسميد، ممكن نحن نسمد اوتوماتيك كل حاجة برضو، فانت بتراقب كل حاجة دلوقتي بالتابلت بتاعك او بالموبايل. اذا السيستم ده حتى لو كان الفلوس بتاعته زيادة شوية هي تكلفة رأسمالية في البداية بالضبط. بتوفر لي في الاسمدة، بتوفر لي في الوقت المستخدم، بتوفر لي في العمالة، ودي مزعلاني لان الزراعة مهنة انسانية كسفت العمالة. انا كده هي بالعكس هو انت بتستخدم العمالة بتاعتك بدل ما هي تضيع في موضوع فتح وقفل. بتبتدي تعمل الخدمات الزراعية اللي المفروض تبقى واخد بالها منها. نعم. لان برضو خلي بال حضرتك في الصحراء وبالذات في الفرافرة والمناطق البعيدة الموضوع صعب انك انت تجد عمالة متمرسة على الشغل ده. نعم نعم. فكل ما بتقدر تتحكم اكتر بتقدر تستغل العمالة فيما هو افيد. انا يهمني في حاجتين، توفير الطاقة المستخدمة في الري ورفع معدل طبعا الاستفادة من الاسمدة طبعا. وبالتالي انا بعمل قيمة مضافة على الارض طبعا.
وبدي المقنن اللي انا عايزه بالضبط، لا زياده ولا اقل، لان الزياده مضره والاقل برضو مضره. الزياده بتعمل اعفان والنقص بيعمل نقص ميه، يعني نقص عناصر يعني ستريس، وبالتالي الملوحه بتزيد، فانا هاخد نتيجه سلبيه. طيب حضرتك المشاهد اللي بيسمعني دلوقتي بيقول لي لو انا ركبت السيستم ده في مزرعه من 50 فدان ل 100 فدان، هل ده اقتصادي ولا هيبقى؟ احنا لو 10 فدان اقتصادي، بس احنا بنقول كل ما بتزيد المساحه بيتوزع احنا عندنا جزء كبير اللي هو الجهاز التحكم الرئيسي ده بيقدر يخدم 100 فدان او 150 فدان، فكل ما تقدر توسع المساحه كل ما التكلفه بتتوزع على عدد الافرنه. بس النقطه المهمه اللي عايز اقولها لحضرتك انه لو انا المشروع ده بيبتدي من جديد، يعني لسه بركب شبكه الري، فالتكلفه بتكون اقل بكتير من ان انا يكون انا عامل شبكه ري وعايز اعدلها، لان انا باهل شبكه الري من اول التصميم والتنفيذ على السيستم الجديد، وبالتالي بقدر اوفر كتير من الحدايد والمحابس المستخدمه اليدوي وي وي وي، بجد ان الفرق لا يذكر. والله انا سعيد جدا جدا بلقاء حضرتك، دايما بلاقي في مجموعه شيره الجديد فعلا، ونلتقي دائما على خير في مناسبات سعيده، ولو ان المزيكا دي مانيش فاهمها جايز خير. بشكرك يا باشمهندس، زي ما سمعتوا كان في جديد، تعالوا كمان نشوف في جديد ايه تاني في مجالات تانيه في الزراعه في الدوره 34 لمعرض صحارى. اتفضلوا معايا.